السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلاب وطلبات الصف الرابع الابتدائي في شرح Lesson 3 الدرس الثالث من Unit 6 الوحدة الستة للصف الرابع الابتدائي. أوكي، تعالى كده نبدأ قصة النهاردة. عندي ستوري، هنبدأ القصة مع بعض، بس هنبدأ بالكلمات. عندي sun الشمس، طبعا عارفها، tin رقم 10، وفيش سمكة، وفان شاحنة. طيب تعالى نمسك الكلمات. أول كلمة عندي هي كلمة village، village قرية، village village، mechanic 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 ميكانيكي، problem 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 مشكلة، fresh fresh طازج، engine engine محرك، surprised surprised مندهش، disappointed disappointed محبط، disappointed disappointed، simple بسيط، sound sound صوت. عندي تصرفات الأفعال، أفعال regular منتظمة regular verbs. عندي فعل shout معناه يصيح، وماضي منه shouted shout shouted. fix fixed، start started. كمان عندي irregular verbs أفعال غير منتظمة. عندي drive drove drive drove، teach taught teach taught، get got get got، hear يسمع heard سمع. عندي هنا expressions and phrases تعبيرات وعبارات. have fun have fun يستمتع. start his van start his van يشغل الشاحنة. come and get come and get تعال وأحصل على. all about كل شيء عن. okay هنا بديني إن كلمة fish دي مفرد معناها سمكة، وكمان fish تنفع جمع معناها سمك. okay وعندي كلمة man رجل، والجمع بتاعها رجال، وده جمع شيز. اوكي تعالى بقى ناخد قصة النهاردة، وهي fresh fish van شاحنة السمك الطازج. The beginning بداية القصة. There is an old fisherman in my village، كان في صياد عجوز في قريتي. He drives around the village بيقود في المدينة. in an old van في شاحنة قديمة. He likes his job بيحب وظيفته. He has fun بيستمتع. He shouts هو بيصرخ يعني أو بيصيح. Fish fresh fish سمك سمك طازج. Come and get your lovely fresh fish تعالى وخد سمكك الطازج الجميل. زميلي إنها وسط القصة. One day ذات يوم he was in front of my house كان قدام بيتي. he couldn't start his van ما قدرش يشغل الشاحنة بتاعته. he was sad and disappointed كان حزين ومحبط. my mom saw the man أمي شفت الرجل ده. it was hot الجو كان hot hard in the sun في الشمس. she wanted to help كانت عايزة تساعده. mom's dad أبو ماما اللي هو الجراندبا جدي was a mechanic كان ميكانيكي. he taught her all about the cars علمها كل حاجة عن السيارات. she looked at the old van's engine بصت في المحرك الشاحنة القديمة. it's a very simple problem وقالت له دي مشكلة بسيطة. I can fix it أنا ممكن أصلحها. said mom the old fisherman was surprised الصائد ده كان أو الرجل العجوز ده كان مندهش. the end نهاية القصة. We heard the sound of the engine سمعنا صوت المحرك. His van was fixed شحنته صلحت. Thank you شكرا لك. The fisherman said he gave mom 10 fresh fish ودى ماما 10 سمكات طازجة. تعال كده نشوف مع بعض. هنا عندي حاجة اسمها short vowels الأصوات القصيرة، اللي هي the vowel sound are pronounced in short form بتنطقها بشكل قصير. يعني مثلا أنا عندي الصوت ده A زي van sad، وعندي صوت ال E eh 10 fresh، صوت ال I eh زي fish village، وصوت ال U ah زي sun و fun. كمان هو مديني أمثلة أخرى. هو عندي مثلا man get his dad help fix can engine، دي كلها أمثلة على short vowels. كمان عندي هنا حاجة اسمها the prefix this البادئة this ديس دي بحطها قبل الاسم عشان معناها لا، أعني بيها النط معناها النط يعني لا. يعني مثلا أنا عندي أجري يعني يوافق، لو أنا قلت ديس أجري معناها لا يوافق، أو نوت أجري بتساويها في المعنى.
يبقى ال prefix دي البداية is added to the beginning of a word to give it the opposite meaning. بحطها في بداية الكلمة علشان نجيب المعنى العكس أو المضاد. يبقى أنا عندي this بتساوي not. تعالى كده نشوف مع بعض. أنا عندي هنا disagree لا يتفق، شايف الصورة معايا. عندي disappear يختفي، disappointed محبط، dislike يكره، disobey يعصي أوامر، يعصي مامته. هنا عندي درس خاص بالماس واسمه البرايم نمبر، العدد الأول. العدد الأول ده يا حضرات هو is a number you can divide only by itself and one، يعني الرقم الذي يقبل القسم على نفسه بس وعلى رقم واحد اسمه برايم نمبر، اسمه برايم نمبر يعني عدد أولي. طيب ده شرح مبسط للدرس، يعني مش كتير، بس انت حاول تنطق الكلمات معايا وتقرأ النص لوحدك وان شاء الله هتعرف تحل الأسئلة، وارجع بقى صح الأسئلة معايا. طيب هنحل هنا تمارين على لسن 3 على الدرس الثالث، ولكن هنسيب سؤال الاستماع ونخش على السؤال الثاني على طول. read and complete the text، اقرأ واكمل النص. with words in the box، بكلمات من البوكس. عندي كلمة help يساعد، fresh طازج، engine محرك، fish سمك. There is an old man in our village، كان في رجل عجوز في قريتنا. He sells، هو بيبيع، fresh fish، بيبيع fresh fish سمك طازج. He likes his job، بيحب وظيفته. He has fun، بيستمتع. One day، ذات يوم، the old man's van، شحنة الرجل ده couldn't start، ما اشتغلتش. Mom knows all about the cars، ماما كانت عارفة حاجات كتير عن السيارات. And wanted to، كانت عايزة to help، تساعده. Mom fixed، ماما صلحت the engine، المحرك. And the van started again، والشاحنة بدأت مرة أخرى. The fisherman was happy، صياد كان سعيد. He gave my mom 10 fresh fish، وإدى ماما 10 سمكات طازجة. طيب تعالى في السؤال الثالث. read and match A with B، اقرأ ويوصل A مع B. طيب السؤال ده بقى مطلوب مني تركيز شوية. The boy is disappointed، الولد محبط. ليه؟ He didn't pass the test، he didn't pass the test، ما نجحش في الاختبار، يبقى دي number one. The fisherman couldn't start his van، الصياد ما قدرش يشغل شاحنته. He was sad، عشان كده كان حزين. And disappointed، ومحبط، يبقى دي number two. The fisherman، الصياد، sells، بيبيع fresh fish، سمك طازج. I'm sorry، أنا حزين، because I disobeyed my mom، أنا عصيت ماما. طيب هنكمل مع بعض يا حضرات. هنا عندي سؤال القطعة. read the text and answer the question. There was an old fisherman who liked his job. He drove around the village in an old van. One day he couldn't start his van. He was sad and disappointed. My grandpa saw him. My grandpa جدي شافه. It was hot in the sun. He wanted to help. He looked at the old van's engine. It was very simple. Simple هنا معناها بسيط يعني سهل. He fixed the engine. The fisherman was surprised and happy. He gave my grandpa 10 fresh fish. اوكي تعال نشوف السؤال الاول. The fisherman was، الصياد كان ايه؟ كان عشان ما قدرش يشغل الشاحنة، يبقى كان sad، كان حزين. The word simple، كلمة simple دي معناها بسيط، means معناها easy، سهل. Who fixed the van، مين اللي شغل الشاحنة؟ طبعا هقوله كده my grandpa، جدي، زي ما قرينا كده في النص. تعال نرجع للنص كده ونشوف الكلام ده اهو، my grandpa، جدي. طيب سؤال الرابع. What was the fisherman، why was the fisherman happy to at the end، ليه الصياد كان سعيد في النهاية؟ طيب ليه؟ because he fixed the engine، عشان my grandma، هقول كده اهو، because my grandpa، لأن جدي فيكسد، صلح the engine المحرك. اوكي طيب تعالى عندي سؤال الترتيب كده مع بعض، هنرتب مع بعض يا حضرات. السؤال الأول.
he couldn't هو لم يستطع start his van. يبقى هنبدأ بالفعل he. بعد كده عندي couldn't معناها لم يستطيع. he couldn't start his van يعني لم يستطع أن يشغل شاحنته. السؤال الثاني there is an old fisherman in my village. There is an old fisherman in my village. يوجد صياد كبير في قريتي. He gave أعطى my mom أعطى ماما 10 fresh fish. 10 fresh fish يعني أعطى ماما 10 سمكات طازجة. بعد كده عندي سؤال الترقيم هنركب مع بعض. هنا هنبدأ بكابيتال I. It's a very simple problem. هنا نحط الفول ستوب. وبكده حضرات نكون خلصنا معاك شرح لسن 3 الدرس الثالث بالصف الرابع الابتدائي الوحدة السادسة من كتاب الجيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودمتم في رعاية الله وحفظه.